لم الشمل، بمعناه انه اي فلسطيني من الداخل بده يتزوج من فلسطينية او فلسطيني من الضفة او من غزة منع عليهم انه يلتئموا في اطار عائلة واحدة. فبالرغم من وجود هذا التحضير للقانون والاقتراح، لانه انا ولانا يعني قررنا انه يعني من ناحيه مبدئيه انه ما في شيء بيمنع اثنين يحبوا بعضهم انه يكونوا مع بعضهم. يعني هذا قانون عنصري بالنهايه، وانا دائما بقول انه القوانين العنصريه مكانها مزبله التاريخ. المعاناة كانت من 17 سنة، من 2002 بالضبط، من يماتها أنا جبتها على عكا، وما كنتش أعرف إنه لازم تسريح ما تسريح بداك الوقت يعني. فأول ما جبتها بالضبط بعد شهر من زواجنا ما شفنا إلا البوليس طب علينا فجأة. أنا لما اتجوزت طبعاً كأي عروس حابة تروح تفتح بيت تخلف تقعد تعيش حياة زوجية، تعيش حياة ممتازة فيش مشاكل يعني ولا أي شيء. فأنا اللي تفاجأته إنه يعني فتحنا الدكانة نبسط نرتاح، إجا البوليس وحضننا مش مرة ومش مرتين ومش ثلاثة. أنا لأم وأبو اثنين هويات فلسطينية من سكان الطيبة، من أنا انولدت هنا بالطيبة وتعلمت في مدرسة الطيبة من البستان للثاني عشر، وبعدها كملت اتجوزت أم لثلاثة أولاد، وبعدها كملت دراستي في بيتبر. كالتالي أنا معي حاليا وصلت لمرحلة إنه معي A5، الهوية A5، وبجدد كل سنة، إلي 23 سنة بجدد كل سنة بجدد. بالرغم من إعطاء تصاريح إلى بعض الفلسطينيين التي تسمح في إقامتهم تحت ما تسمى بالأراضي الإسرائيلية، إلا أن هذه التصريحات تفرض تقييدات عدة وتجرد حامليها من أبسط حقوقهم. قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية هو قانون أقرته الكنيسة الإسرائيلية الذي يمنح الفلسطينيين هذه التصاريح للإقامة، ولكنه يجردهم أيضاً من أبسط حقوقهم وتقييدهم تحت رحمة قوانينهم. حياتنا هي حياة مركبة، والقرارات فيها مش سهل جداً اتخاذها. يعني خدي على صعيد الحياة اليومية قضية التأمين الصحي. قضية التأمين الصحي هي قضية أساسية لأي إنسان بالعالم. إسرائيل كانت يعني تمنع الفلسطينيين المتزوجين هون الحصول على تأمين صحي. هاي واحدة من القضايا الشائكة، والكثير الأفراد المتزوجين اللي عندهم هاي القضية بيعانوا منها. فبعد حين بعد 6 سنين يعني من بعد 4 سنين من الخلفة اجتني البنت، دفعنا هالمبلغ والحمد لله خلفت وكل إشي. بعد 2006 أخذت إقامة وصرت عم باخذ إقامة، بس كتير معاناة من ناحية الإقامة، روح يجيبوا ورق من هون روح يجيبوا ورق من هون، كتير عم بيصعبوا علينا. أنا بعد 23 سنة، أنا قبل فترة إني أمضي في الداخلية، ابني بده يجدد جواز سفر رقم 2، أنا ما قدرتش أمضي، بتقدر اشتبني، أنا مش مسؤولة عن أولادي، ماليش الحق بإني أنا أوقع عنه. إذا كان في مستشفى بده يضطر لا سمح الله لعملية، برضه أنا بقدرش إني أوقع، بده يتعلم السواقة برضه أنا بقدرش. لا يكفي الظلم والإشحاف الذي يعيشه الفلسطينيون تحت مسمى قانون منع لم الشمل، إلا أن استغلال بعض الأطراف لمعاناتهم هو أمر مؤسف جداً. وضع اللي إحنا عم نلمسه، في عنا ما يقارب 3000 ملف بالمثلث، اللي الناس هاي بيكون لها ملف عند محامي، المحامي باخذ منهم 20 و30 ألف شيكل وبحكي لهم الشهر الجاي الاسبوع الجاي خلال 6 أشهر بيكون في جواب، ولكن للاسف اكتشفنا انه نهائي ما لهمش اصلا ملف بالداخلية. فهي نقطة كثير مهمة. وغير هيك ابسط الاوراق اللي بدهم اياهن عن طريق محامي، اللي بيقدر الشخص نفسه لو انه متمكن من اللغة العبرية بيقدر هو انه يروح على الداخلية ويعمله. دفعنا مبلغ للمحامي وقال بطلع لكم هوية ما هوية وعلى الفاضي، حوالي 10-12 ألف شيكل قيمتها، أو ما زبطش الأمور. في الآخر طلع له يعني تسريح، وصار ينطونا تسريح لم شمل،
كل سنة كل سنة. إسا من تقريبا سنة أعطونا تصريح لسنتين. قانون منع لم الشمل، قانون القومية والمواطنة، هي ليست إلا سلسلة قوانين متصلة ببعضها أقرتها الحكومة الإسرائيلية لتضمن بقاء هيمنتها وشل المواطن العربي وعدم الاعتراف به. لما شفت حملة قانون القومية وهيك وهذا، أنا كنت بحالة جموع هيك، يعني عندي الإشي مجمد، المشاعر مجمدة. ليه؟ لأنه قبل قانون القومية بأقل من شهرين كان هو قانون المواطنة، بس ولا حدا. أول إشي لما كان قانون المواطنة بشهر 6 بشهر 5 كانت الجلسة، ولا عضو كنيسة عربي كان في الجلسة، ما حضرش على الجلسة، يعني مصوتش على القانون. وصلنا بعدها رابط، وصل مدير مركز مساواة جعفر فرح إنه خلص كمان مددوا لكمان سنة، واللي أنا يعني تعجز الكلمات، يعني فيش تعليق. إنه بعدها بأقل من شهرين كان قانون القومية، وكانت الدنيا ما قعدتش على قانون القومية. قانون القومية له علاقة مباشرة بقانون منع لم الشمل. أنا بفكر قانون القومية هو قانون الخائفين، يعني عملياً أنا وجودي كفلسطيني في الداخل أدى لنشوء حالة اللي إسرائيل بخوفها من هذا الفلسطيني اللي موجود في الداخل، إنه تباشر لسن قانون مثل هذا القانون. قانون القومية يعني إذا بيستهدف الفلسطينيين اللي هن بداخل إسرائيل ومعهن الجنسية الإسرائيلية بالدرجة الأولى، هو كمان بيستهدف بشكل غير مباشر الفلسطينيين أو الفلسطينيات اللي متزوجين كمان لأشخاص فلسطينيين من الداخل. بمعنى يعني الحلقة أكملت من خلال قانون القومية. الخوف والعجز الذي يعيشه المواطن الفلسطيني لا ينتهي حتى مع حصوله على ورقة التصريح والإقامة، فهناك حاجة إلى تجديد أوراق الإقامة المؤقتة في كل فترة يوقع فيها المواطن الفلسطيني بكامل إرادته على عقد مع الدولة الإسرائيلية يسمح لها بممارسة العنصرية وسلبه إنسانيته وحقوقه. إنه أنا عايشة هنا بخوف من ناحية إنه أولادي لا سمح الله بعد عمر طويل زي ما قال إنه شو يصير معاي، يجي يقولوا لي تعالي بدنا نروحك على الضفة، لا تملك شيء، فيش إليك أي إشي، وين أولادي بدي تشتتوا. طبعا هون صعوبات كتيرة، يعني بفضل إنهم يعني يساووا أي إشي معاي ولا إنه يبعدون عن أولادي. إحنا هون موجودين، يعني أنا هون، أنا 40 سنة ولدت هون، تعلمت هون، أولادي الكبير 23 سنة 19 سنة 14 سنة ولدوا هون وبتعلموا هون موجودين هنا، فبقدرش أنا أحكي هاي مش محلي، هذا مش محلي، لا بالعكس، هنا محلي، هنا أرضي، هنا وطني. إذا بيت انهدم رح يتم إعادة بنائه، إذا أرض تصادرت ممكن إنك تسترجعيها، بس إنك تسترجعي طفولة أطفال اللي خايفين على أمن إنه يجوا ينتزعوها منن، أو تسترجعي لحظات بحياة عائلة، هذا مستحيل إنه يصير. عشان هيك هذا القانون هو يعني قانون عنصري بامتياز.